تحقيق أهداف أكثر وأكبر. وهذا اللي حاصل معاي، أني أبي أصير أحسن بكل شيء، ومو القصد أني أصير أحسن من غيري بقدر ما أني أبي أتفوق على نفسي. أبي يومي يكون أحسن من أمسي، في هدف شوي كبير بس دايما في بالي، أني أغير العالم للأفضل. لا والله هدف وايد كبير بس ممكن يصير، وأهم خطوة عشان أخلي العالم يصير أحسن هي أني أنا أصير أحسن.